هابي بيدرو هابي هابي اتشقلب على راسه في دماغه. السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming، واليوم راجع لكم حلقة ثانية من لعبة My Friend Pedro. بصراحة أنا استمتعت في الحلقة الأولانية في هذه اللعبة My Friend Pedro، واليوم حاب أني أنا ألعب وأنزل الحلقة الثانية. فخلنا نشوف اليوم الحلقة الثانية وإيش اللي راح يصير، كم ممكن أن نحن نكسر رؤوسه من الشباب. طيب الحين نحن توقفنا هنا آخر مرة آخر حلقة، فاليوم راح نبدأ مرة ثانية من هذا النقطة. فخلنا نبدأ يلا. أوكي يا بجلسة ثوتة. أوكي الظاهر انه هو جالس يرحب فيني ويخبرني انه هنا في مكان جديد وكذا، فخلينا مستعدين. طيب في واحد هنا راح نسله القليل من المفاجأة، فعلى سبيل المثال ممكن نقحم كذا ونكسره. الله عليك الله عليك يا ولد فنان. طيب في واحد تحت يحتاج اني انا ادخل عليه 360 فليب ويروح عليه. طيب وش اللي راح نسوي؟ نقحم كذا وننزل عليه. الله عليك الله عليك، سبليتنج مع فليب. الله كيف كان القتل، ما اعرف هو ايش كان شعوره، ولكن هذا واحد جديد شيل عليه. ايوه يا ولد دبل 2 اكس بي حلو. وايش رايك وايش رايك يا حبيبي وايش رايك يا حبيبي بالتكواندو؟ ايش رايك هنا يموت في كل الاحوال، سواء برصاص بالشوتات كله يمشي كله يمشي يا ولد. الله عليك ايش الجمال، مسكين بيدرو كله عشان خاطر بيدرو هذا الولد. طيب في واحد هنا جالس ومكبس، وش يبغى بالضبط؟ ايش يبغى؟ يبغى مفاجأة، فخلنا نسلم مفاجأة. الله عليك ايش هذا يا شباب، ضربة قاضية اتوقع لفت فراس ولا شيء من ذا القبيل. طيب لا 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 ايوه 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 يا حبيبي شيل شيل سبليت تريبل كيل. صراحة لعبة مجنونة، ونفاجئ اخوينا هذا بهيد شوت. يا سلام عليك يا سلام، مسكين ما تهنى. طيب في واحد هنا جالس شبه يستاهل ان نحن نعطي ولد خطير صراحة. طيب في اثنين جالسين ينتظرونا فوق، فخلنا نرحب فيهم مع القليل من القليل من الهيد شوت. الله عليك رصاص مع شوت كله يموت. ايش اخبار اخوينا هذا؟ شيل شيل موت. الله اكبر ايش المطلوب مني؟ حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ايش هذا الفنون القتالية؟ بصراحة مستواي تحسن من المقطع الاولاني للمقطع الثاني والحلقة الثانية، ومستواي جالس يصعد، ونجيب له مفاجأة بسيطة هذا الولد. ايش من جمال. طيب مسكين انشل. طيب في واحد هنا جالس يركب وينزل، وفي واحد فوق جالس ينتظرنا، ففي كل الاحوال راح نسوي له سبرايز صغير، واللي هو راح ندحرج مع القليل من الركلات. طيب شيل عليه. الله عليك الله عليك خطير هذا الولد خطير. نبغى حماس يا ولد نبغى حماس كذا. طيب في اثنين عندي، واحد موجود تحت والثاني اسفل، وش المفاجأة اللي انتظرهم؟ خلنا نشوف خلنا نشوف يا ولد. شوية اكشن مع شوية زعلطة مع شوية تفجير مع شوية تكسير. الله عليك يا حبيبي، توقع مات وشبع موت اخي كنت شرير. طيب ليفل كومبليت. الله عليك الموز مسوي شغل. بيدرو انا جاي لك. طيب مستواي كان سي، مستواي كان سي مش بطال. خلنا نكمل كونتينيو خلنا نكمل. اليوم بدنا حلقة تكسير كذا. طيب
خلاص تو يعني هو هو جالس خبرني انه في هذا المكان نتوقع مصاعد، فنشوف يا حبيبي هذا نسوي مفاجأة. اوكي وان كيل. طيب الله عليك. طيب القليل من التركيز، ايش احلى من كذا يا ولد؟ ايش احلى من كذا؟ خوينا هذا جالس نعسان يا ولد، نعسان انت ولا ايش بالضبط؟ شوفوا معي، شوفوا معي. طيب انزل. والان فليب مع ضرب، فليب مع ضرب. والله كنت شديد، والله كنت شديد يا اخوان، والله انه راح اكسرهم. طيب عندي اثنين دبل اكس بي او تريبل اكس بي، عندي اثنين معطينا ظهورهم. اوه ليش بدلت يا ولد؟ ارجع 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 ارجع. طيب خلنا نفاجئهم شباب مع تكسير، مع شوية تكسير. الله عليك يا اخي، لافه في الراس. لا لحظة حبيبي، هذا من وين؟ من فين جاني هذا؟ بس اتوقع كان مستخدم. لوفلي بيدرو، تقول لي انا لوفلي، جميل. الظاهر ان هي يا حبيبي. طيب في واحد هنا ما شبع موت، تمام. هذا اللعب الحقيقي. طيب هذا كيف نشيل عليه؟ طيب شوية قحمة على شوية. الله عليك، جميل. خلنا نركز في حاجة واحدة، ان هذا ما جالس يعرف اني انا جاي له مدحرج مع شوته. والله هنا لعب قوي، لعب قوي شباب. اوكي امسك يا ولد، امسك يا حبيبي يا حبيبي. ايش هذا التفنن؟ طيب اتوقع هو مات، شبع موته كومبليت. طيب اسحب يا ولد، سي مش بطال. لقطة اليوم بداية انطلاقة، ومكملين ومستمرين. طيب اتوقع الحين علي اول تاور يوزن. اوكي حلو. ماني فاهمك يا بيدرو، ماني فاهمك ايش اللي عاوز مني بالضبط. طيب خلنا نلصق مع هذا الولد. طيب في حد يبغى اني افاجئه مفاجأة؟ ايش عليك انا راح افاجئك يا حبيبي. اعمل لك مفاجأة. دحرجة ما يعرف اني انا موجود، مع دحرجة قليلا وفلب. اضرب فلب. شباب احلى من هذا اللعبه والله ما شفت. هابي بيدرو، هابي اتشقلب على راسه في دماغه. كميه رصاص هائله. ايش رايكم في هذا؟ والله لساني يعجز عن التعبير. اوكي فين اروح انا الحين؟ فين اروح؟ طيب كلهم الظاهر انه اوكي.
الحين يحتاج اني انا اعمل حركة الفليب. حركة الفليب شباب. اوكي. لحظة شوية. لحظة شوية. جاي لك يا حبيبي. جاي لك. ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش كذا بدكم تزعلونا الشباب؟ الله عليك! ثلاثة في أين واحد؟ قاتل أمها منا. يا شيخ! يا شيخ! اشبع! اشبع يا شيخ! اشبع يا شيخ! الله عليك! يا فنان! بوكسينج! امشي عليه! فليب! سريع! يا حبيبي! يا حبيبي! ليش؟ ليش؟ ليش مستخبي؟ اوكي هلا. وش رايكم شباب؟ ايش رايكم؟ اقوى مقطع، اقوى مقطع كمية. لا يا شباب، لا يا شباب. ليش؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ الله عليك! فانتاستيك! شوف يا حبيبي، اتعلم. اتعلم، اتعلم مني. والله وش يعني، وش اكثر من كذا اسوي فيكم؟ ايش من اكثر من كذا راح اسوي؟ طيب الحين راح ننزل في القبو. ليفل كومبليت. يس! هذه المرة استاهل بي يا شباب. فعلا معطاي بي. وطبعا هذه كانت نهاية حلقتي لهذا اليوم. اتمنى انه عجبتكم الفيديو. بصراحة هذه حلقة ثانية لي وانا استمتعت كثير كثير. إذا عجبتك الفيديو لا تنسى لايك وسبسكرايب واعمل لي شير وفعل اللي هو جرس التنبيهات عشان توصلك كل جديد. طبعا في حلقة جديدة راح توصلك أول بأول. سلام.